خلص اخي بده يدعو امري لله، شو بدي اسوي؟ حط ايدك على شواربك. لك شو انا شكور؟ انا المختار وكلمت كلمه. شو وايش كان؟ حط ايدك على شواربك مثل ما علق. اخي هاي حطيت ايدي على شواربي منيح، وهي بوسي من شواربك. حل لي اياها برمي بقى. اسمع علي الحلب، مرة ثانية ايش كان بتعيدها؟ اضحك فلا صوتك موصل لجوجل، منيح هيك؟ منيح. قوم معي لقلق. لوين؟ لك ما تسأل لوين، قوم معي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فهيم؟ لك يا فهيم؟ نعم حضرة السويس. الله يرضى عليك يا ابني. نعم. بدنا نروح لعند اليوزباشي نشاط، أنا وعمك المختار. الله بحيي السويس. كيف يا رجال؟ لوين؟ بدنا نصفط حقنا. شري يلا شرفوا. تفضلوا اخي. يلا انساني عم شويش. تكرم عيونك ماني نسيانك. خاطركم يا رجال. الله يبارك شويش. لا عزيزي قد محلك. الشاويش فكري معروف بامانته وبعمره ما حدا اشتكى منه. يا بنتي انا هلا اجلت البت بموضوع بنتي. وليش بقى يا بي؟ خير البري عاجله، دق الحديد وهو حامي. فتحية العين عليها ويمكن تنطلب بأي لحظة. أوه. وليش بقى؟ أنا اللي بعرفه إنه شويش في عنده 6 بنات بس ولحد هلا ما حدا دق بابه. إيه مزبوط يا بي، بس فتحية العين عليها وبصراحة بخاف تطير من إيدها. لا ما راح يصير حكي هلا لحتى يطلع الشويش من الحبس. مو حلوة بحقيقة بنتي، مو حلوة. بابا وشو مشان أبو شكور؟ هاتك طالع له ابنه من السجن؟ والله اجت امه وترجتني وعم تبكي عليه. بلشوا والتهمه اللي لابسته. ها بس يا بي، هو ما تعرض لابن الناطور ولا قرب صوبه، انت بتعرف هيدا الشيء. ولك انا لزقت التهمه ببنت الناطور؟ ما احلاني اقول انه كان عم يتعرض له. مو حلوه يا بنتي بحقي، مو حلوه. ليك بس يا بي، هو ما تعرض لي، بس اشر لي بايده. تنكسر ايده ان شاء الله. هي لحاله تهمه، بيستاهل عليها حبس 50 سنة، وهي مع الرحمة. ها ليش؟ لأنه طلع لفوق. لكان شو يعني؟ فهمته مش الحال؟ ايه سيدي أنا سامحته، شنو رجال كبير وعلى حفة قبر وعنده عيلة والأولاد، الله يسامحه. خلاص سامحك، فريد وشك بقى. الله يكتر خيرك يا شوي. شكري كتر خيرك يا الله. بس بشرط. ها شو شرط؟ عندك شرط كمان؟ يكا شو هو الشرط؟ بده يديني 5 ذهبات. اوف 5 ذهبات؟ إيه بدنا نسأله هيك؟ اسأله. هو ما بيأصل المختار بس لازم نسأله. مختارنا أنت موافق تدينه 5 ذهبات؟ إيه موافق دينه 5 ذهبات. أمري لله وليكم أخي، الذهبات بجيبتي. بري عليك يا مختار. يلا مكان يا إبراهيم، افتح لي محضر وسجل. شو سجل سيدي؟ سجل. نعم. لقد تم الصلح بين المختار أبو طلعت وحضرة الشاويش عمي فكري. عمي فكري؟ لك لا تسجل عمي، هي عمي شغل عمي بعدين بنظبطها. شو يعني بعدين بنظبطها؟ حضرة الشاويش اليوز باشي مدري شو اسمها. يا هي شغلة بعدين فهمك يا عمر لي. ماشي حاضر، تأمر عمي. قوة الله، انت بتورطني في الورطة. كمل. نعم سيدي. توب. ظهر الحق وزهق الباطل. الباطل. إن الحق. إن الباطل. إن الباطل. كان زهوقا. كان زهوقا. كان زهوقا. نعم. زهوقا. نعم. نعم. وقد دين المختار أبو طلعت الشاويش 5 ليرات ذهبية بحضوري أنا اليوزباشي نشأ. باحترامي سيدي. لك عود يا حمار، عود. عود يا حمار. لك لا توب، لا تكتب. توب وعليه يوقع. وعليه يوقع. تفضل عمي الشاويش وقع. لا سيدي ما راح وقع. اوف ليش بقى؟ شنو لساني زعلان؟ اخي حقك علي، معلش بعتذر منك كمان مره. منيح هيك؟ هات اعطيني شواربك لاخذ بوسه من شواربك. مشيك. بدي حلو عن الصلحة، مو من حقي سيدي. حقك عمي لكان، حقك. شو مختار بدك تعطيه الحلوة؟ شيء. وشو حلوة الصلحة؟
بدي 5 كيلو لحمة ساويون صفيحة مع سطلين لبن أكلهن أنا وعيالي، وبدي كيلو صفيحة لجناب اليوز باشي. الله حيو عمي الشاويش. أخي اعتبرن صاروا عندك منيح. منيح. وبدي كمان 5 كيلو قطايف عصافيري. مشان شو هدول؟ مركداً اجوا الناس لعندي يهنوني بالسلمة وطلعتي من الحبس، لازم ضيفهم وحط بحسابك، بدي كيلو قطايف عصافيري لسيدنا اليوز باشي. الله حيو عمي شاويش. ماشي يا اخي اعتبرهم صاروا عندك. طالما هيك ناولني ال5 دهبات. ناول ال5 دهبات. شر. يلا. وهي ال5 دهبات. لحظة عدوا مزبوطين هاي ال5 دهبات. وناولني ال5 براغيث لشكوك. ناولوا 5. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاي 5 براغيث. عدوه مزبوطين. مزبوطين. ايه سيدي وين بتحب وقع لها؟ تفضلوا خلينا تفضلوا نوقع. ها شرفوا. تفضل وقع. لك وينك يا فهيم؟ نعم سيدي. تفضل من عندك. عم وقع سيدي. وقع. تفضلوا تفضلوا. وين وقع سيدي؟ ها انا بوقع موت يا ضراب السكر. تفضل حضرة شاويش. ايوه فكري حاسب حسابك. شرف وقع. تفضل مختار وقع. الف مبروك. الله يبارك فيك يا سيدي. يلا بوسوا شوارب بعض. بس ما طلعت بولد بلا حمص. يعني انا شو عملت؟ لك حسبنا حسابك. العم ضربك. الف مبروك. الله يبارك فيك يا سيدي. نص كيلو قطايف عصافيري. الله يبارك فيك يا فهيم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. احترامي سيدي. الله يسلمكم يا ابي. الله يسلمكم. طمني براءة. معلوم براءة. الحمد لله. الف الحمد لله يا رب. الف الحمد لله. تابعونا في القطة يا بنات. مضرب مثل وحكاية. أويها. ومهما اتهموه بالسرقة. أويها. ومهما رفعوا فلقة. يخرب نادى. أويها. بضل اسمه بين الكراكونات. لك الله يخلي لي اياكم. خلينا يعني. الله الوكيل. الله الوكيل. كل واحدة منكم تسوى 100 صبي. خلينا يعني. شلونك حكمة خانو؟ أهلين. تقبرني. تقبري عداكي. لكن ليش بدك ياهون مختار؟ لك انت شو دخلك؟ لسه بدك تحشر حالك بكل صغيره وكبيره؟ ساوي اللي عمل لك عليه وخلصنا. قبلان مختار، رح نفذ اللي قلت لي عليه. بتاخذ اللحمه وشك لعند الفران، بتوقف على ايده لبين ما يخبزون وبتجيبه. وباخذه لبيتك، عرفت؟ لك بتجيبه لهون على المضافه، شو هالبني ادم هاد؟ على المضافه؟ معناتها غدانا متسه من اليوم. لك الغدا مو الك. هو خلصني ساوي مثل ما عم اقول لك. روح قبلان. رح روح ساوي مثل ما قلت لي. روح. لك اخ الشاويش بدل ما شرح ال5 دهبات هو شلح اليوم. بس شو قصته اليوز باشي؟ كل ما قام ايده عن اجره بينادي له عمي. لك منين لوين النسب بيناته؟ وبالي معك بالي 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 ابو الجبين علي 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 احس سواد عينك يا حبيبي غيرك ما يا حلالي. اي والله غيرك ما يا حلالي. وعمري ما راح ارتاح يا حبيبي والشوق في قلبي يزيد وفكري معك سرح يا حبيبي وغيرك ما حلالي. ايه والله غيرك ما حلالي. وبالي معك بالي 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 كل جيبي علي 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 وحياة عينك يا حبيبي غيرك ما يا حلالي. ايه والله غيرك ما يا حلالي.
وينك عبدو وينك؟ خير، شو بدك زكو؟ انت واحد ما لك صاحب. ليش خير ان شاء الله؟ شو عملت معك بالمنقودية لحتى ما لي صاحب؟ يعني هيك تذكر انه لك هيك صاحب بالحارة معدى. من وين لوين صرت صاحبي لك زكو؟ مقبولة منك، بس يعني عملوا معنا مثل المعازيم اللي عازمهم المعلمة. معزيم شو؟ معزيم شو؟ المكتوب مبين من عنوانه، يعني معلمك عامل عزيمة مطنطنة، بس يا حسرتي على اللي ماله حظ. لا ما حزرت، معلمي مانو عامل عزيمة ولا شيء. بعت لك حمى إن شاء الله، شو كان خسر يعني لو لحشت هيك قرصين نكشنا فيهم أسناننا؟ كحتي مثل معلمي. شلون شفت لي اياهم مختار؟ ماشي حالهم الحمد لله. اخي تاخذ كيس لعندي على البيت وتروح على الكركون وبتعطينا نشأة افندي كيس، بتقول له اشتهى لك يا عمي المختار، والباقي بتاخذهم عند الشاويش، خليه يتزهرمن هو وعيلته، ان شاء الله سملها رجال. لا اله الا الله. قبلان مختار، خليه يتزهرمن هو وعيلته، بس الله يسامحك، معقول مالي بالطيب نصيب انا؟ لا لك بالطيب نصيب، افتح كيس وخذ لك كم قرص ورجع سكره، بس لا تتفش عن كتير. وحياة شواربك كم قرص وبس، ما بكتير. ولك خراس، احلي في شي بتملكه بلا. أمرك مختار، وحياة طربوشك الغالي منيحة؟ المهم هلا، بعد ما تخلص توزيع الأكياس، بتروح لعند البغجاتي، بتاخذ من عنده كم رطل قطايف عصافيري، وبتاخذهم لبيت الشاويش. أوف 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 أوف. ليش هالشي كله مختار؟ حلوان طلعته من الحبس. ايه والله لو محكوم اعدام وطلع من الحبس ما بتساوي هيك. لكن عمو شو بتدعي؟ ساوي اللي قلت لك عليه ووشك على السجن عن شكور. قبلت، بس شو بدي ساوي عن شكور بالسجن؟ سيك، اعطيه الخمس مجيديات. يا لطيف، ليش كل هالبعزقة مختار؟ شو دبت فيك ساعة الرحمة؟ لك اسكت بقى خلاص! قوم قوم خد لك ياس ونقلع من خلقتي قوم! قبلان، راح نقلع من خلقتك. لا عم شو رتات! روح! اوعى يسكت منك شي كيس ها! شو هالبلوي هاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت متأكد من الحكي يا زكو؟ متأكد؟ مثل ما أنا شايفك معلم، وشفته لعبده حامل بيده كذا رطل صبيحة وأخذ له إياهم على البيت، هي بطعمه 10 عيال بحاله. شو هالحكي؟ تأكيد أخي طلع من الحبس. هيك الظاهر معلم. اسمع زكو، تروح لعند المختار بتقول له ابو فارس عاوزك ضروري ضروري يجي لعندي لهون على الحمام. خلاص اعتبره صار عند منا. بسرعه يرضى عليك. يا الله. يا عم معقول يكون طالع على اخي من الحبس؟ طيب ليش لحتى يطالع بهالسرعه هاي؟ يا ترى رجع له الخمس ذهبات. السلام عليكم. اهلين عمي عبدو، شلونك؟ هدول بعت لك اياهم مختار، ما في شيء من واجبك. عنك عنك عنك، طاعي سلم هالايدين. بس حلو يا معلم، وين قطايف عصافير على الارض عليك؟ روح روح روح. ليكني رح اجيب لك اياهم عند البغجاتي فورا. انه عمي عبدو، ايش كان الواحد اكل زفر وبعد منا ما تحلى الزفر كله بيروح هيك على الارض. الله يخلينا اياك. اي والله مزبوط، بس بدي اسالك. تفضل. ليش المختار عم يجيب لك كل هالشيء؟ لك لاني رضيت عنه وصالحته. ليش انت اللي سرقته ولا هو السرقه؟ سدوسك روح لك الموضوع بك يخرب بيتك، ناولك ما فيا، روح له روح سروق روح يخرب بيتك مع الحياه، بضرب منك لمعلمك المختار. الع فهمني بس، شلون بتسقط حقك عنه؟ لك اخي مشي الحال، لا تعمل لي من نسيري هلا. يعني رجع لك الخمس ذهبات اللي سرقه؟ ما رجع لي اياهم، اساسا انا كنت متهم وظلم لاخوي. شلون يعني ما فهمت؟
لاني لقيت الذهبات عندي بالبيت وماني ترياق. شو هالسحبه مختار؟ لخبطت مع ما قال لك اتهمته ظلم. اجت حرمتي وقالت لي انه الذهبات موجودين بالبيت. اما انا ضميري ما طاوع علي. نعم نعم نعم. شو هو اللي ما طاوعك؟ ضميري ابو فارس شبنك. الله يرحم المذكور. الله يرحم ضميري وضميرك. المهم هلا رحت انا وسحبت الشكوى من كراكون. وشو قصة الصفيحة يلي اخذت له اياها على البيت؟ شي شو وصلك الخبر دغري؟ يا سيدي شفقت عليه. شفته اخذ على خاطره مني. قمت عملت له اياها صلحة. هي كل الشغلة. وفوق منها كمان دينته 5 ذهبات. شو؟ كمان دينته؟ شو فيها فارس؟ المعاملة مع الله والناس لبعضها. لك شو يلي عم يصير بهالدنيا؟ أهلي ما عاد يجمع. سيدي سبحان مغير الأحوال من حال لحال. أنا بتسمح لي بدي روح على المضاف عندي يعني شغل كثير. الله معك. السلام عليكم. عليكم السلام. كول كول ابن عمي ريته صحة وهنا ومطرح ما يسري يمري. بتعرف يا عبي؟ يا ريتك من زمان فايت على الحبس، كنا أكلنا لحمة. يخرب بيتك. عم تمزح تقبرني عم تمزح. كول يا عمري كول. ايه يا عبي كل يومين ثلاثة اعمل لك زيارة على الحبس خلينا ناكل لحمة. لك انا عم اضربكم، مش عم تاكلوا لحمة وتنبسطوا وتطلعني اتبهدلت. لا يا تقبرني مو هيك قصد البنت، يعني بس قلي قلي، أنت آخر مرة أكلنا فيها لحمة؟ شو ها؟ انت اكلنا اخر مره لحمه من زنو عمت اظافري منيحه. شفت يا ابي انه السجن احسن لك على ليه تشبع لحمه. الله يا ابي السجن ارحمنا لعدي بين ال كلت امي ان شاء الله الفنا يا رب. ما خلصنا لحظه شوي كمان على ان تعدلوا هات ناوليني ان شاء الله الف صحه وهنا. من الثالثه هيك اكله بدها تحلاي. لك كمان في تحلاي يا ابي؟ بيا في التحلاية عطايف عصافير رضعي زي ما طلعت روحي حتى التحلاية. لك خلاص لو لك روح يا يابي. شو شايفك ضربت راسك ما تعطيتني شيء؟ لك تكون عم تعطيهم للباشا. شو هن مختار؟ ولك زكوا لا تجذب علي. صار لك مدي ما اعطيتي ولا متليك من المصاري اللي عم تطلعوا عن ورا سهراتكم. الله وكيلك يا مختار، من وقت ما فات عزو على الحبس ما عاد صرنا منوب. إلي لك علي الحكي هاد؟ الله وكيلك هذا اللي عم يصير، شنو عزو هو اللي كان يطبق السهرة ويجيبهم يلعبوا قمار. ها معناتها عزو إذا ابتكر جنابك بتتوب. اسمع زكو، من بكره الصبح بتفضي البيت، بدي إياه. شو بدك بالبيت مختار؟ لك رزي وانا حرفي، ان شاء الله بده بسكره باجره، مو حسب مالك قاعد فيه ببلاش. لا فوق منها انا والباشا مزبطينكم وضعكم، مو مخلين حدا من جماعه الكركون يقرب صوبكم. بس بالظاهر يا زكو انه خلصت صلاحيتك. اعوذ بالله مختار، شو عم تحكي انت؟ انا من ايدك هي لايدك هي، بس لا تطلعني من البيت. بدك تفضيني البيت لما بيطلع عزو من السجن وبترجعوا لسهراتكم مثل الأول، ساعتها فين لحديث تاني. وشو دخلوا عزو بالقصة كلها؟ خلاص إلك عندم مني كل يوم أعمل لك سهرة ورزتك بتكون واصلة. إذا هيك هلا استبينا معناتها بتضل بالبيت وهناك صاحبك قابض قبضة مرتبة عليك فيه. قصدك أبو فارس؟ خلاص مختار خلاص، راح أشلحه كل شيء. ماشي لا جربك يا زكو لشوف شو راح يطلع معك. لك اسعوني شوي لعم اضربكم، خلونا محل قرني لناكل معه. ايه ما انا بدي طعميك ابن عمي. ما فيني بطني راح اطلع من كتر الاكل ما عاد بقدر بدي اكل. انا حاسه حالي راح اولد هلا. مو راح تولدي من قدر ما تزعرنتوا. يخرب بيتكم لك القطايف ما عندكم، بطنكم ما عندكم. طيب من راس من راس. بلا صدقتك. خرب بيته خرب بيته على هالقطايف شو طيبين؟ لك يبعت له قتله شو طيبة هالقشطة. تقبر قلبي يا يابي له دائما يجيب لنا منه. كيف حالك يا أميرة صحتين يابي؟ إن شاء الله يابي. إمتى بدك تتعزز لمرة ثانية؟ إن شاء الله مو مطولة. إي يابي الله يوفقك، يعني فدك تشوف فوتة محرزة مشان كل حلوان محرز. الله يوفقك منك يخرب بيتكم. بركض
تاخذوني على الحبس مش عدو تشبعوا تتزهرمون على مطالب كل العمى. اول مالك يا فكري البنات مبسوطين لا تزعلهم بهيك يوم الله يرضى عليك. ما زعلهم بدهم يوصلوني لحبل المشنى مشان يتزهرموا ما زعلهم. قومي بلي او تكملي قومي بلي والله بعد قومي خلص قومي خلص والله بعد خلصنا على مطالب كل العمى. يخرب بيتهم الشتان تصبيت نقرا يلي عم يجعو ظهره يلي عم يجعو عيونه يلي عم يجعو أدانه يلي معه تأبيد بسخونة يلي معه موتيب أحلى أحلى والأدراس والأسنان. يا سلام هلأ بيكون الشاويش عنده عين. هلأ فرد مرة بسلبها عليه وبقلو بدي احلق لك شعراتك وشل لك دقنها وعن طريقة فاتحه بموضوع زواجة بنته من الباشا. يا كريم حلا الشتان يلا 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 مين؟ أهلين بشكور خير شو بدك؟ جاي هنيك بطلعتك بالسلامة من السجن. الله يسلمك غيره. بهالعملية هي لازم انا اشل لك دقنك او احلق لك شعراتك. شو ضاربك العمى؟ شوفني حالق دقني وحالق شعراتي. طيب شو رايك زبطك اكثر وانتفلك حواجبك؟ ينتفوك ان شاء الله مثل الدجاجه يخرب بيتك. شو بعد تستحي؟ العمى ضربك بعدين الا هلا ماني فاضي لك. رجع لعندي بعد ساعتين عندي اجتماع مع العائله الكريمه. ساعتين ساعتين لكن يا عمي ايامها انا الباشا بذات نفسه بيطلبني مشان احلل له شعلاته وشل له دقنه وما بيشوف حاله مثل ما انت شايف حاله. كلك شقفة تشاوي. شو قلت ولا عم شكوش ولا؟ سمعانك انا. ما قلت شيء. قلت برجع لك بعد ساعة ساعتين ثلاث ساعات. ايه روح روح انقلع شق على ابنك بالحبس. شوف شو مشكلتك شوف احواله. ليش شبه ابني؟ شبه ابنك بريء. روح طالع من الحبس روح. وشو عرفك انت؟ ما خصك ماني فاضي لك هلا بعدين بحكي معك. ماني فاضي لك عندي اجتماع مع العائله الكريمه. روح ساعتين ثلاثه اربعه خمسه رجع. حبيبي ابني بريء شو عرف هذا؟ والله بيعرف. صفيحه البندوره لما بلبا جهتين مطلعه طعميتها نصفيحه يا بي. ان شاء الله سم الكبرات هي اللي يقطع مصارينه. يا مو كبريني على نصتي. صبي شاي صبي. امرك يا مو. مهم ابن عمي مشان ابننا طلع لازم نطلب له هالبنت. ترى المخلوقه مصاب حماسيه. لا تاكلي هم. انا بهاليومين بحكي مع الشاويش بطلب ايد بنته مره ثانيه. يا مو انتوا على شو مستعجلين كل هالقد؟ اي والله ما فيهم وحده بتبل القلب. يا مو قلت لك على نصتي. تفضل يا ابي بعدين نفهمي. امرك منتي علينا يا مو. المهم ابن عمي لازم نستعجل. هي المخلوقه اذا جابت صبي ترى ما بقى يضحك. ها اي والله من غير شيء هو قايس حاله بالخير. ما شلون اذا جاء صبي ما بيقول بيضحك ابنون. الله يسلمك اياك. صحه وهنا يا ابي. يا لعيونك مرعوب هالشهر. يا مو والله هيك طلعت معي انا شو بساوي؟ لا ابي صحة يا صحة على قلبك يا ابي. يعني ما طلع اخوك هو اللي سارق الذهبات اللي جايبته للمختار؟ لا طلع المختار هو ناسي الذهبات بالبيت ومو جايبهم معه. لا ولادها من هيك دينوا لاخي خمس ذهبات. ايوه ومنلو اخوك لحتى يرجعهم منلو. من النورتة يا فهيمة. بتعرفي أخي إذا كان أخذ حصته رح نصفه نحن على الحديدة. حتى بيتنا هاد حقه ما رح يكفي المصاري حتى رجعهن لأخي. ومن وين بدي أخذ الحصة تبعيته؟ متأمل مرته تجيب له صبي وساعتها رح يطالبني بنص النورتة لأنه هيك مكتوب بالوصية. إلهي وإنت جاي ولي سامع دعائي تجعل خلفته كلها يا تبنات وما يجيب ولا صبي يا ابن عمي. تعرفي يا وصال كل الخوفة من مرته الثالثة لأنه ما منعرف خلفتها. والله مزبوط لأنه لسه لهلأ ما منعرف خيرها من شرها. وأنا هذا يلي ما عم يخليني نام الليل.
هلا ابن عمي، انت شفت الوصية بعينك يلي تركها ابوك عند المختار؟ لا، بس لمحت لمح مرة وحدة بعد ما توفى المرحوم ابي. طيب اخوك شافها كمان؟ ما بظن، بس اكيد المختار حكى له عنها. ايوه، معناتها اذا اختفت الوصية اخوك كمان بيطلع له نص الورثة اذا اجا صبي. ما فهمت عليك يا وسام. شبنا ابن عمي، بسلامة فهمك، يعني كل الحارة بتعرف بأنه أبوك هو اللي كاتب كل شيء باسمك وما في شيء باسم أخوك. مزبوط. معناتها إذا اختفت الوصية ما رح يتغير شيء. فهمت علي ابن عمي؟ أيوة فهمت عليك. قصدك يعني بسرق الوصية، ما هيك؟ لازم تختفى الوصية يا ابن عمي. بس شلون بدها تختفي؟ أيوة، معناتها ما في غير حل واحد. بتنغصي منك انا، اطلعوا شوفوها وفهموني شو القصه. تحركوا هلا كل هالطوسه لانه خالتي بدها تلات، يا ما بيخلي الواحد يعرف النام. ابن عمي شو الظاهر دلتي رح تلعب. بسرعه روح جيب الدايه. يلا لك شو سوي عن جد معنا؟ شو عم بمزح معك انا؟ لك هيك رايح؟ روح بدل اوعيك بسرعه. طولي بالك، هلا الساعه زمان وبتلادي وبتقومي بخير وسلامه. تجيكي بنت مثل القمر. كيف ليكي مثلك؟ سلامتك صبي بنت، المهم الخلقه تامه. سلامتك تقبريني. سلامتك. يا ربي دخيلك. طلعت. ايه ابن عمي، اهلا وسهلا. تعي خير تقبريني. لك مرته الشعويش عم تولي. يا شو هالحكي؟ شو عرفها؟ اجا زكر وشوي خبرني، أنا شايف الشاويش أخذ دايل عنده على البيت. إيه مزبوط، هي حكمت، هذا وقتها فاتت بشهرة من كم يوم. يلا الحمد لله، الله يقومها بالسلامة ويطعمها يلي ببالها. لك تفهم من تمي شو هالحكي عم تحكيها؟ يا شو بك ابن عمي، بدك المرأة تموت وهي وعم تولد؟ حرام، ما بيجوز. ما بيهمني نقامت بالسلامة لما ما قامت بالسلامة، المهم ما تجيب صبي، لأنه رح نخسر كثير يا أم طلعت، كثير رح نخسر. إيه هلا فهمت شو قصدك تقبرني. إذا هيك إن شاء الله هي وضرايرة ما بيشوفوا خلفة الصبيان طول حياتهم. ها؟ هذا الكلام اللي بينسمح بري عليك. شو هالحكي؟ أنت متأكد؟ لقال معلم فارس، شفتهم بعيني
وشفتهم كمان مستعجلين رايحين لبيت اخوه. والدايم تحسين كانت معه؟ لا كان معلم فارس، حتى بالعلامه اخوك كان عم يقول لها انه انا مرتي عم تطلع وخايف الولد يسلط منها، وبالعلامه ام تحسين كان عم تركض قدامه وهو عم يرد ورا منها، لك كانه عم يتسابقوا. تضرب انت وهيك خبريه عند الصباح. يا معلم فارس، وانا فكرتك بدك تفرح لانه اخوك شيء ولا؟ ايه راح افرح وراح ارقص له كمان، انقلع من وشي احسن ما ابتلى فيك، انقلع. العمى بقلبك ما اكحتك. قطعت بشعري عم تردد تقوم بخير وسلامة؟ قطعت لك قطع اللي تهبجك ان شاء الله. سلامتك تقبريني، سلامتك، والله من خوفي عليكي. تفضل يا خالتي. ابعت الحمى عليكي يا امي. لك وين قعدتي؟ لك ايش يا تحسين؟ هلا وقت شرب المي المخلوع عم تطلع. حطينا لك تحسين قومي طلعي المي مخلوع. خلص يا بنت. دخيلك يا حبيبي. عم ضربتها. طلعي يا بنت. طول بالك يا بي، طول بالك، ان شاء الله بتقوم بالسلامه وتجيب لك بنوته حلوه. بنوته في عينك ان شاء الله، مو ناقصني. الله يبعث لك يلي ببالك يا بي، الله يطعمك يلي ببالك يا بي. امين يا بي. امين امين ربي. ربي سهل أمورك. آمين. اللهم ارزقني ولداً صالحاً. آمين. مشان سمي زيد يقولوا آمين ولا؟ آمين يا أبي يا رب العالمين. شفت يا ابن عمي؟ يعني لو جوزنا ابنك لوحدة من بنات أخوك مو كان أحسن؟ لك أنا خطبة وأنا وجازة، أنت وين أعليك وأنا وين أعليك؟ بتعرفي إذا كان جابت له صبي هلا راح ينخرب بيتي وراح نصفى على الحديدة. بعد الشر ابن عمي، شو نحن نصفى على الحديدة يعني؟ طيب شو نعمل هلا؟ ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما بعرف. هلا بس بدي اعرف شو راح اجيب، بنت ولا صبي؟ بكره بنعرف من الحاره ابن عمي. ما بدي استنى لينطرش الخبر بالحاره، هلا بتمسي وعيكي وتروحي لعندها، تحركي. انا بدي اروح لعندها؟ ايه انتي، لكن انا اسمعوا على السمع هي، تحركي اشوف شبكي واقفه بوشي بتخازول بحرة. تحركي. امرك ابن عمي امرك. شوفي لك شوفي عمك رح يلد. لك لك روح من وشي. شبك مثل التور الهايج عند الصباح. وطي صوتك. شوفي شوفي قل لي شباب. اوعى تحكي مع ابوك. اوعى. شو ابوك ليه؟ شوفي من هيئة. تعال لك تعال لك شو لك تعال. شو بقى صبحي؟ لك آخ لك فارس آخ. والله يلعن الطمع ويلعن المال إذا بدي بادي صاحبه لك أخي. قول لأبوك الحكي عم تقلي إلي؟ لك شبر أرض بفني أهل الأرض كلها، والبني آدم غير القبر ماله. بعرف لك أخي، بعرف ليش الواحد زوعي أو مري. شو بيقول؟ شو بيقول لك أخي؟ آخ آخ بس ما حدا عم يعرف، ما حدا عم يفهم هذا الحكي. لا حول ولا قوة إلا بالله.
لاجي الحبيبة بالذبح بعد الصبح وسميه زيتي. دخيلك يا رب، دخيلك لا تبخل. اللي لشوف اللي خال زبكو اللي انت متأكد انه مرت عمي عم تولد؟ لا خال، مرت الشاويش هي اللي عم تولد. لك كيف عارف انه مرت الشاويش؟ اسمع لله اللي خال، هلأ بتروح فورا اي وبتعرف لي اذا كانت هي ولدت صبي ولا بنت. شي ايه؟ شي أسر بينا خال، شلون بدي اعرف اذا كانت عم تجيب بنت ولا صبي؟ بقى ما بدها شي، بتسأل الداية اذا كان صبي ولا بنت وبديش تخبرني، وين المشكلة؟ لا يا خال، هلا انت يعني شو بتفرق معك ايش كان جابت صبي ولا بنت؟ طيب وانت شو بتفرق معك اذا هلا فهيم خلعك فلقه بالكرباش او بالعصايه؟ هي فلقه كانت بهالشكل ولا بهالشكل، شو بتفرق معك؟ فهمت عليك خال، فهمت عليك. يلا لك خال قرمد من هون، امرك خال عرفني الخبر وتعال جاوب. امرك خال احترامي خال. لك نعم انا اصلي مجانين انا. يا سلام اجت بوقتها، هلا مرت عمي عم تولد بروح بزورهم وبقوم بالواجب. يا سلام امتى هيك فتحيه بدها تصير مرتي وتجيب لي عر اولاد؟ بس ما بدي اياهم يكونوا يشبهوا ابوهم جدهم، هذا عالاته ترى لي، بدي اياهم يشبهوني انا. يا رب يا رب. لك اخي يعني انت هيك بنضل قاعدين وعم ندعي لحتى تجي امك وتجيب لنا الخبر اليقين؟ طيب ليش ابوك بده مرت عمك تجيب بنت؟ شو بيعرفني؟ قال لحتى هيك ما وطأهم. وطأهم؟ يعني انا ما شغلتنا طويله كثير. مو مقلق. يا بي والله حاسس لك كانه عمي الله بده يكرمك ولد. امين يا رب، والله عمي بيستاهل الخير لك يا دي. أيوة. شو عم تقولوا انت ويا ولاد؟ شو عم تقولوا؟ يلعن ابوك، يلعن ابوك الواحد ابن الثاني، يلعن ابوك الكلاب. يلعن ابوك. اهلين مرت عمي. اهلين فيكي توبريني. شو فتحيه؟ ما ولدت امك لسه؟ لا مرت عمي لسه ما ولدت، على الطريق. خير ان شاء الله. إن شاء الله تأملك بالسلامة سلفي. الله يسلمك مرت أخي. أنا طالعة أشوفها لكان شقة عليها. الله يخلينا ياكي. شوفك العافية مرت عمي. غريبة ولك أختي، ليش ما منشوف مرت عمي غير لما أمي أو خالتي بيلدوا؟ لأنه ما بتدب فيها الحنية إلا بهيك لحظات، سبحان الله. هذا اليوم باين علي نحس من أوله. راحت بشر الفارس أكلت بهدلي منه، خبرت اليوزباشي حطني ناطور على بيت الشاويش. إيشو كان إلي بهالشغلي أنا؟ وين هاي الداية؟ ما خلصيت. الله يجيرنا من التالتي، والله لا يحطني بالسجن ويرفعني فلقة.